مشاهدينا الافاضل في كل مكان، صباح الخير واهلا وسهلا بكم رفقتنا ضمن فقرات برنامج الو دكتور. اذا كالعاده سنفتح لكم الخطوط، يمكنكم الاتصال بنا ويمكنكم طرح كل الاسئله اللي تخصكم واللي تخص صحتكم. في هذا اليوم سنخصص هذا العدد لموضوع مهم جدا جاءنا عن طريق وسائل الإلكترونية الاجتماعية، فوصلتنا عدة أسئلة تطرح موضوع اقتناء الأدوية بدون الاستشارة الطبية خاصة في فصل الشتاء، وتعرفوا أن مخاطر هذه الأدوية مهما كان يعني يشوف الإنسان في كثير من الحالات، يعني هناك بعض الأدوية التي تباع بدون الوصفة الطبية وهي مرخصة من كل بلد في العالم، يعني كل بلد يعني يرخص الأدوية التي تقتنى بدون وصفات طبية وهي في الغالب يعني ما عندهاش خطورة شديدة على صحة الإنسان، لكن إذا استعملها بدون يعني نصائح على الأقل من طرف الصيدلي فيمكن ولا يكتر منها فيمكن أن تؤدي إلى مخاطر. أما الأدوية الأخرى فهناك أغلبية الأدوية وللأسف الشديد يعني تقتنى بدون وصفة طبية وتستعمل، ومنها المضادات الحيوية، فمنها من تؤدي إلى مخاطر صحية تعود بخطورة ومضاعفات على صحة الإنسان، ومنها ما تؤدي إلى مقاومة للبكتيريا وتجعل البكتيريا أكثر قوة إذا استعملناها بدون وصفة طبية كالمضادات الحيوية. إذن وأغلب نحن في فصل بداية يعني نصف نهاية الخريف وسنكون في عن قريب بداية فصل الشتاء، وهو ذا الوقت اللي يتبدل فيه المناخ فتكثر الأمراض مثل الزكام، الرشح، الأنفلونزا، الكوفيد 19 إلى غير ذلك من الأمراض اللي تنتشر في فصل الشتاء وأغلبها فيروسية. وتعلمون أن وزارة الصحة وكذلك مدير معهد باستور سيد البروفيسور فوزي الضرار قد أكد في تدخله بأن يمكن أن تكون الأنفلونزا في هذه السنة خطيرة على صحة الإنسان، خاصة على الناس الكبار في السن، وكذلك بالنسبة للناس اللي عندهم أمراض مزمنة. فالتلقيح الآن متواجد في كل المصالح الطبية المنتشرة عبر التراب الوطني وكذلك في الصيدليات، فيمكن يعني من تهونش يمكن الاتصال بالصيدليات أو الاتصال بالمصالح الطبية واقتناء يعني هذا التلقيح المضاد، خاصة أن هذا التلقيح الآن متواجد فيه يعني 4 فيروسات مضادة للأنفلونزا، ومن أحسن التطعيمات المتواجدة. فكل إنسان كل شخص مهما كان السن تاعه يمكن حتى الأطفال يمكن اقتناء هذا التلقيح، فلا تتهاونوا لأن الجريب هذا العام ممكن تكون خطيرة حسب الدراسات. وبدون إطالة نشوفوا هذا الروبورتاج مع زميلتنا نوال واللي خصصناه لكم لأهمية التلقيح ضد الأنفلونزا، تابعوا معنا. اقتناء دواء الإنفلونزا الموسمية والزكام مباشرة من الصيدلية دون عناء التنقل إلى الطبيب ظاهرة تعود للواجهة سنويا مع بداية موسم الإصابة بنزلات البرد. بداية فصل الخريف يكثروا فيه أزمات تاع الإنفلونزا تاع لوغوم تاع لاغريب والناس تمرض، دونك أول حاجة ديرها تجي لافارماسي باش تطلب نصائح ومش الدواء اللي يقدروا يتناولوه باش يداويو هاد الإنفلونزا. سلوك قد تكون له مضاعفات خطيرة
خاصة بالنسبة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. الواحد كبير لازم دائما ياخد حذر والاحتياطات على خاطر نقدروا نعرفوا بلي تقدر تكون عنده بزاف الأمراض المزمنة كما ارتفاع الضغط ومرض السكري، ما نقدروش ننصحوه بالأدوية هذيك المضادة للزكام خاطر فيها مواد ما تتماشاش مع هذاك المض، تقدر تزيد عليه الحالة، تقدر في بعض الأحيان تدي به حتى الحال افي سي ولا جلطه دماغيه. تفاداو وماكسيموم التداوي الاستطباب من غير اخذ العشوائي، ايضا من غير اخذ الراي تاع الصيدلي. والواحد اللي راه قادر يروح عند الطبيب ولا لي ستركتور دو سانتي اللي قراب عليه يروح، يعني لا زاد عليه الحال. تتواصل نداءات المختصين للتخلي عن الاستهلاك العشوائي لادويه الانفلونزا الموسميه، غير أن النداء لا يبدو مسموعا من قبل المواطنين، فكثيرون ما زالوا يلجؤون إلى هذه العقاقير كلما شعروا بتوعك ودون وصفة طبية في كثير من الأحيان. نعم، إذا كان هذا الروبورتاج اقتناء الأدوية بدون الاستشارة الطبية، يعني اقتناء الأدوية عشوائيا، ويعني نشوفوا أن حتى الصيدلية فلة لمداني أكدت يعني من خلال تدخلها على نسبة كبيرة من الناس اللي يقتنيوا الأدوية بدون الاستشارة الطبية، وقلنا يمكن أن تكون المضاعفات وخيمة على صحة الإنسان. نأخذ أول مكالمة، ظل عندنا فاطمة من الجلفة. صباح الخير الأخت فاطمة، أهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا، أهلا. أهلا يا دكتور، أنا عندي اكتئاب، نمشي مع بسيكولوج. نعم، نمشي مع طبيب نفساني. أيوة نعم، عندك اكتئاب. وناكل في الدوان تاع نافرانيل وبريزيدا. أيوة. إيه؟ نتناول في جوج دواوات، بريزيدا ونافرانيل. أيوة. وقلت أنا كان عندي جوج، عندي جوج مشاكل، حابة نحضرها وممكن ندير عملية. قلت أنا كاش ما الدواء هذا كاش بعده مشكل ما التخديره. ممكن تعاودي لي برك يعني وش السؤال تاعك اكزاكتومون، واش قلتي لي؟ قلت لك انا نتناول في دواء بريزيدا. انا قليل نعم، واش قلتي لي السؤال في الاخير؟ قلت لك السؤال انا بان نحضرها. بان نحضرها. ايوا. ايه هو عندي عمليه راح نديرها تاع فدق. واش عندك؟ عندي فدق. خبز. بعج هذاك اللي يجي. البعج، نعم البعج عفوا. ايه قلت انا معناها المخدر معناها يضرني مع الدواء هذا ولا ما مع الدواء تعالى. نعم نعم، شكرا سيدتي، سنجيبك يعني السؤال فيما يخص يعني الاكتئاب. هناك بعض الأدوية المخصصة اللي ممكن يمدها الطبيب المختص في الأمراض العقلية، ولازم تعرفوا الشيء اللي حبيت نأكد عليه، أن لما نقوله كثير من الناس يقول لك لما نقوله طبيب مختص في الأمراض العقلية معناتها الناس كامل مهبل وكامل راهي داوي عند الأمراض العقلية. كلنا بحاجة في يوم ما إلى متابعة نفسية، وفي هذه المصلحة هناك أطباء مختصين في الأمراض النفسية، وهناك أمراض مرضى مختص أطباء مختصين في الأمراض العقلية، والأمراض العقلية كثيرة ومتعددة، يعني تعالج بدءا من القف السريع والعجز الجنسي إلى الاكتئاب إلى غير ذلك من الأمراض، كل هذه تحالج في مثل هذه المصالح. فنقول لكم لأن كثير من الناس مثلا نشوفوا كثير من الناس اللي مثلا الرجال يعانيوا من القف السريع، كين وجهوه إلى مصلحة أمراض الغدد ولا أمراض العقلية يقول لك أنا ما رانيش مهبول. فتتأكدوا أن الأمراض النفسية حاجة وهذه المصلحة تعالج الكثير من الأمراض. على كل سيدتي، أنت تعاني من الاكتئاب وعندك أدوية خاصة بالاكتئاب، وتقولي أنت مقبلة على عملية جراحية اللي هي البعج يعني الأغني. فنقول لك أن هناك أطباء مختصين في التخدير، وهؤلاء الأطباء يكونوا يعرفوا حالتك، لأن فيه ما نسميه بالكشف الطبي للتخدير، يعني نعم لا كونسلتاسيون دانستيزي. فلما تروحي عند الطبيب للفحص التخديري رايح يشوف الملف الطبي تاعك ويعرف أنك تاخذي أدوية مهدئة، وهو اللي راح ينصحك
قبل العملية واش لازم تديري؟ ربما يوقف لك الدواء قبل العملية بيوم أو يومين، وربما ينقص في الدوزاج، وفي التخدير هو العمل انتهى، فلا خوف عليك وتقدمي للعملية الجراحية بدون خوف. نأخذ مكالمة أخرى بسرعة ثم نعود إلى من خنش لنظن المكالمة الثانية. ألو ألو، صباح الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك. أهلا إيما، مانيش سمع. ألو، إذا كان ممكن طفي التلفزيون تاعك حتى نسمعك أحسن. كمليح أستاذ. تفضل، ارفع صوتك فقط. أيوة تفضل. عندي الوالده دارت عمليه على المصران. ايوه، ان كونسير دارت عمليه على المصران. ايوه، كي دارت العمليه تسمى دار الانستيزيو لوكال. ايوه نعم. بعد العمليه ولات عندها شلل نصفي. شلل نصفي، عاد الاطراف ما كانش ما يتحركوش. ايوه، ودروك احنا ما فهمناش المشكل وراه، اسكو في الانستيزي ولا شلل جاها مباشره بعد العمليه ولا جاها من بعد يعني؟ بعد العمليه بواحد كيفاقت بعد الاطراف نتاعها ما يحبسوش. دروك راهي من جونفي. ايوه، وهذه دارت في عياده نتاع واحد بريفي خاصه، وكان تروكا نفس المشكل، قالوا دو سيزاريان والوالده. ايوه نعم، تروكا وراسلنا وزاره الصحه. في ثلاثه عندهم نفس الاعراض، شال النصفي. نعم، ومن بعد يعني بعد الفحص واش قال لكم الطبيب؟ ما واحد ما تحمل المسؤوليه، واحد ما قالنا، كل واحد يرمي الكره لواحد. دروكا عندي الوالده راهي مقعده في الكرسي، واحد ما حب يتحمل المسؤوليه، لا وزاره الصحه، لا مديريه الصحه، لا حتى واحد. رانا دروكا رانا نعانيو. نعم، شوف سيدي، فيما يخص يعني قلنا الاخطاء الطبيه ممكن يعني تكون، والاخطاء الطبيه موجوده في كل وقت وفي كل مكان وفي كل زمان. معليش، دوك يكون واحد مثلا دار خطا، لازم ما يكملش الاخرين، قال كان خطا ما يكملش المرض الاخرين، يزيد يتشلوا تروكا. يعني اذا نشوف الحاله هذه، لازم انتم تكونوا في الحالات الثلاثه هذه تتفاهموا فيما بيناتكم يعني، وديروا تقرير لوزاره الصحه، ووزاره الصحه هي اللي راح يعني تقوم بالبحث، ديروا نونكات وتشوف هذه الحاله هذه. درنا مراسله لوزاره الصحه، مدير الصحه ما كانش اللي جاوبنا. ان شاء الله يكونوا في الاستماع، وما بدينا يرجعون هذه في ولايه خنشله ان شاء الله، وراك عياده بريفي عياده. نعم، ومديريه الصحه في ولايه خنشله اتصلتوا بها؟ اتصلنا بالوالي بمديريه الصحه. نعم، كل اتصلنا بهم. نعم، شوف اذا ممكن يعني الاتصال، شوف ممكن كاين اتصلنا بهم وما كان حتى رد، واحد ما رد لنا. نعم، ربما لانه فيه كانت ربما كانت فيه اعمال يعني في هذه الايام الاخيره مكثفه، فانت شحال عندك من اللي اتصلت بهم؟ شحال من عندك من اللي دارت هذه العملية؟ من مارس، قريب دركا من مارس. معليش، حاول عاود الاتصال مجددا بوزارة الصحة ومديرية الصحة بخنشلة، إن شاء الله يعني نتمنى يكون فيه رد، ويكون يعني فيه نونكات بحث فيما يخص يعني هذه الحالات. شكرا لك سيدي، مرحبا بك. إذا نواصل فيما يخص يعني الاستهلاك العشوائي للأدوية واقتنائها بدون وصفة طبية. كثير من لازم تعرفوا أن هذه الأدوية خاصة في فصل الشتاء بدءا من نوفمبر وروح يعني لتكثر اقتناء مثل هذه الأدوية. هناك ما نسميه بمضادات الهيستامين مثلا، نعطي مثال مضادات الهيستامين بالنسبة للناس اللي يعانيون من الحساسية، والحساسية منتشرة في هذه الفترة يعني في أكتوبر وفي مارس يعني أوقات الحساسية.
فكثير من الناس يروحوا يشتروا الأدوية ومنها مضادات الهستامين، ومثل هذه الأدوية تؤدي إلى النعاس، يعني حتى ترقد الإنسان، خاصة لما الإنسان يسوق السيارة تاعو يتنقل من مكان إلى مكان، فنقولوا حذاري من مثل هذه الأشياء. ما لازمش نستعملوا الأدوية هكذا بدون يعني وصفة طبية. كذلك أنا كنت تكلمت عن المضادات الحيوية، سنجيب عن هذا السؤال بعد أن نأخذ معنا مكالمة. سعاد من تلمسان نظن. صباح الخير، أهلا أخت سعاد، مرحبا بك. أخت سعاد راكي تسمعي فينا؟ أنا نسمع. ألو، صباح الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك. ألو، تفضلي أنا نسمع فيك، تفضلي، عندك تدخل؟ دكتور عندي سؤال، بغيت نسقسيك. عندي ولد مدوي احتياجات الخاصة، نعم، ويشرب كلونة. أيوة، وراه عندي مريض بزاف ولا كريز، دوك هذه كلونة ما راهاش كاينة ومقطوعة، ما عرفتش باش نعوضها. ما عاودي لي، عاودي سؤالتك، مانيش تسمع مليح، ارفعي صوتك شويه. قلت لك عندي ولد اونديكابي. ايوه، عنده 10 سنين، نعم، ويشرب كلونه. ايوه، كي يشرب كلونه، هذه كلونه مانيش نصيبها، راها مقطوعه. أيوة، ما عرفتش باش نعوضها، وراه تقبضها لاكريز بزاف. شوفي، عندي مريض وما عرفتش باش نعوضها كلونه، راني دوك راني خايفه. نعم، ما نقدروش نعوضوا دواء هكذا بدون ما نستشروا الطبيب تاعو المعالج، وانا ما نقدرش نقولك لاني ما نعرفش الحالة نتاعو جيدا. هو نعرف انه من ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن الاعراض والامراض تختلف من شخص الى اخر، فلهذا ما نقدرش نقولك واش بالدواء اللي نقدر نعوضه له في مكان الدواء اللي راهو اخذ، وما ياخذ يقدر ياخذ هذا القرار الى الطبيب تاعو. اذا ما كانش الطبيب تاعو، دوك نقول الطبيب تاعه عطاني حد دواء، دوك هو كي راه هكا بزاف، كيما نقولوا بزاف، راه مريض عواج ولا كريز، حالته راها بزاف. معليش معليش، حنا نداويو. معليش شوفي سيدتي، لما يكون ياخذ دواء وما نلقاش الدواء، هذا اذا كان الدواء غير موجود، غير موجود تماما، يمكن تعويضه بادويه اخرى، وهناك ادويه اخرى موجوده، يعني ما نقدرش نقول لك انا واش من الادويه، ما لازمش نمدوا، ما نقدروش نمدوا دواء بدون فحص المريض. زعما بغيت نسقسيك، زعما كي توجهني كاش بلاصه ولا كاش طبيب ولا ما لا تروحي للطبيب المعالج تاعو، ولا ما كاش الطبيب المعالج تاعو، هو من ذوي الاحتياجات الخاصه، واش من الاعاقه عنده؟ اعاقه عنده حركيه 100%، حركيا 100%، 100% ما يجيش، نعم، غير راقد. نعم، ما والو. شوفي سيدتي، لازم تروحي لطبيب مختص في امراض الاعصاب، النيورولوج. يل فا فير ان اكزامان، يشوف يكشف على المريض، الانسان هذا اللي هو معاق حركيا، ويشوف لو دوسي ميديكال، تدي الملف الطبي نتاعو، باش اذا عنده امراض اخرى ممكن يعوض، يعرف واش يعوض، واش من الدواء اللي يعوضه. وهناك ادويه اخرى موجوده، نقول لك هذا الدواء مشكل، دوك هنا ما كاش غير هذا الدواء سيدتي، راش عندنا. لا لا، ما كاش غير هذا الدواء، هناك ادويه اخرى اللي نعوضوها في مثل هذه الحاله وهي موجوده. بارك الله فيك دكتور. فلهذا نقول لك سيدتي، اديها عن طبيب مختص في امراض ال امراض الاعصاب، يعاود يكشف عليه، يبدل لك الدواء، ويمكن علاج الحالات الاخرى، الامراض الثانويه الاخرى اللي ممكن تصيب مع مثل هذه الامراض الموسميه، الزكام والانفلونزا الى غير ذلك من الامراض. ما لازمش نمدوا فقط الأدوية هكذا بدون استشارة الطبيب. شكرا جزيلا، بارك الله فيك، ما يكون غير الخير إن شاء الله. نعم، إذا نروح نشوف كذلك حالة، يعني الحالات الأخرى المتواجدة في الوطن أثناء استعمال الأدوية بدون الرجوع إلى الطبيب. إذا كان ممكن المخرج. بيانات علمية أثبتت أن التغيرات المناخية تتسبب في انتشار أمراض الحساسية، خاصة في فصل الخريف، مع التقلبات الجوية التي عادة ما تكون أعراضها مشابهة لأعراض الزكام.
جينيرالمون لي زالجيريان غير يحسوا روحو شويه يعطى سوله يقول لك لالرجي، مي هو ما يعرفش يدير لا ديفيرونس ما بين لالرجي وما بين الروم ديالو. الروم جينيرالمون يشبه لالرجي، يعني فويسيل يدمع يعطس، بصح كاينه الحمى. لالرجي ما تجيش بالحمى، تجيه غير العطيس يحس روحو شويه سخانه، مي ماشي كيما الحمى. مي كيما الحال درك راك تشوف راهي سخانه مود اكتوبر، انا فان اكتوبر مازالها سخانه، لا بوليسيون زادت، تشوفي هكا الغبار وكاع تعرفي لا بوليسيون ديكلونشي لك لالرجي. مرضى الحساسية يعانون من مركبات موجودة في بعض الأدوية، لذا ينصح الأطباء باستشارة المختصين قبل تناول الأدوية لتفادي حدوث مضاعفات، حتى لا تتفاقم أعراض الحساسية المتمثلة في الالتهابات الجلدية، الحكة، ارتفاع درجة حرارة الجسم، ومشكلات في التنفس. الشيء اللي ممكن احنا نحذروا عليه كصيادلة انه عدم تلقي او تناول الادويه دون الذهاب الى الطبيب، لانه قد تكون عندها انعكاسات سلبيه على مناعه المريض. ضروره التشخيص للوقايه من اي مضاعفات قادره على خلق مشاكل اكبر على مستوى الجهاز التنفسي، خطوه يشدد عليها المختصون قبل فوات الاوان. نعم، هو مشكل كبير يعني بالنسبة لكثير من الناس للأسف الشديد، وعمرنا ما ناخذوا دي كوندي دي هكاك يعني دي كونديسيون نروحوا ديريكتومون مباشرة اشتراء أدوية بدون العودة إلى الطبيب. كثير من الناس يقول لك أنا نعرف، يعني مع التجربات تقول لك نعرف روح وليدي عنده يلونجين، روح نشري له أن أنتيبيوتيك، وتروح تشري أن أنتيبيوتيك كيلفو با، يعني رايحة تخلق له، وربما ما عندوش لونجين، يعني هي ماهيش طبيب الأم في هذه الحالة. كثير من للأسف الشديد يعني هذه حالات اللي رانا نشوفوها يوميا، فنقول ربما تكون عنده ان بوتيت غريب ان رينو فارنجيت، يعني حاجة اللي ما تستاهلش يعني باش نمدو مضاد حيوي، فهي تروح تشري المضاد الحيوي، او ربما عندها مضاد حيوي موجود في البيت وما كانش يعني بخبي بطريقة سليمة تمدهولو، فهنا رايحة تدير له يعني المقاومة للبكتيريا، نهار يسحق وما يبراش، يعني إضافة إلى هذا ما يبراش، لأن الفيروسات الأمراض في هذا الفصل أغلبها فيروسية، احنا نمدوا المضادات الحيوية إلا إذا كانت فيه تعفنات. حتى في الكوفيد أنا شفنا في هنا الفرق ما بين الزكام والحساسية والكوفيد هي تتشابه، لكن الطبيب يمكن وضع التشخيص ويمكن في بعض الحالات يعني يطلب التحاليل باش يتأكد. فلهذا ما نمدوش يعني روح نشري دواء هكا، خاصة بالنسبة للناس اللي عندهم حساسية، لأن الحساسية هناك نوعين من العلاج، يكون بطريقتين، هناك سكون ابل لو تريتمون داتاك، يعني لما الانسان يكون في اثناء النوبات تاع الحساسيه هناك علاج اللي نمدوه، وكذلك هناك سكون ابل لو تريتمون دونتروتيان اللي نمدوه طوال السنه ولا لمده شهر، يعني يمدو الطبيب لي تيست لحد الان، يعني ما راهوش موجودين، ما ناش نديرو لي تيست دي سنسيبيليزاسيون، لكن ربما في المستقبل القريب. فلهذا نقول للناس اللي يعانيو من مثل هذه الامراض ما نروحوش نجيبوا الادويه هكذا، حتى نشوفوا لي بيبي في بعض الحالات ينوتيت سامبل كي نيسيسيت با، يعني ما تحتاج الى مضاد حيوي، ويروحوا يشريوا مضاد حيوي ويديروا له يعني مضاد حيوي مثل هذا. فنقولوا حذاري، المضادات الحيويه نخلوها للحاله للمرض لما يكون بكتيري، والطبيب هو اللي قرر نوع المضاد الحيوي والمده المعينه. كذلك بالنسبه لبعض الأمراض المزمنة ما لازمش نخلطوا ما بين الأدوية، لأن هناك بعض الأدوية اللي ممكن تؤدي إلى مضاعفات وآثار ثانوية
نشوفوا بعض الادويه المستعمله كثيرا مثل مثلا الليبوبروفان ولا الباراسيتامول ولا ادويه مثل هذه، اذا استعملناها بدون الاستشاره الطبيه لمده معينه ممكن تؤدي حتى الى تسممات في الكبد. فنقول حذاري من هذه الاستعمالات بدون الاستشاره الطبيه. ربما سنواصل الموضوع في العدد المقبل، وكنا قد وعدناكم بموضوع خاص بأمراض الدم مع الدكتور البروفيسور عزيز، ستكون معنا في العدد المقبل إن شاء الله. إلى ذلكم الوقت يعني نقول للجميع جمعة مباركة، دمتم في صحة جيدة وإلى اللقاء.